معنا لاله مليكه من الدار البيضاء. لاله مليكه صباح الخير. لاله مليكه صباح الخير. صباح الخير، كي دايره؟ صباح النور، اهلا وسهلا. يصبح فيا لاله، كل شيء لاباس؟ مرحبا بك معنا، تحيه لك والطاقم. وتحيتنا لك ايضا، مرحبا. الله يبارك فيك. ان شاء الله. نعم. اليوم غنعطيك طنجيه. طنجيه؟ نعم. غنعطيك المايونيز. اييه. ونعطيك المخم شرمل. طنجيه واقيلا عطيتي لنا البارحه لاله مليكه. لا. اييه عطيتينا طنجيه. عطيتك مزيان. اييه قلنا شويه ديال اللحم الملحه فيها، وشويه خمسه ديال الصوص ديال الثوم، الزعفران. يلاه عطيتك المخم شرمل. كنساه. وليتي كتنسيه لاله. والله ما عادي كنساه. نعطيك المخم شرمل. لا راه المخم شرمل. واخا نعطيك نعاود للناس اللي ما سمعوش. ماشي مشكل. راه كاين المستمعات اللي ما كيسمعوش. مرحبا بك لاله، مرحبا. نعطيك المخم شرمل. شرمل اييه. ناخذوا المخ ديالنا. هي المخ؟ نعم. ايه كنغسلو ونديرو في واحد الصفايه يقطر مزيان. كناخذ المقله اللي ما كتلصقش، كنديرو فيها مطيشه محكوكه، شويه ديال الملحه، مطيشه محكوكه، وواحد العصق ديال مطيشه ديال الحك، شويه ديال الملحه، مطيشه ديال الحك واحد معلقه. معلقه كبيره ولا صغيره؟ كبيره. كبيره مطيشه ديال الحك، شويه ديال البزار، والخرقوم عود. بلاتي مطيشه قلنا ديال الحك، بزار، خرقوم عود، عود، شويه ديال التحميره، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الكمون، والثومه محكوكه، ثومه محكوكه، والربيع منغد. الربيع كنشحروا هاد العناصر كلها كتشحر، ما كنخليوش مطيشات كتنشف، كنخليوه باقا شويه ما نشفش. اذا ساليتي دابا المقادير، غادي نمشي الطريقه ياك؟ ايه. اذا غادي نعاود المقادير، قلنا المخ كنغسلوه، كنديروا مطيشه محكوكه، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، شويه ديال البزار، خرقوم العود، عود ياك، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، ثومه محكوكه، وشويه ديال الربيع. نعم. اذا ندوزوا للطريقه لاله بالي. كناخذوا ذاك المطيشه كنديرها تشحر، كنشحرها غير شويه ما كنخليوهاش تنشف، حيت غنهزوا ذاك المخ وكنحطوه فوق منها. صافي كنغطيوه ونخليوه بدا كيطيب لينا. ملي كيطيب كنهزوا البيض، كنطربوا واحد الكميه ديال البيض، كنطربوها وكنزيدوا معاه الفرماج محكوك. نعم. وكنخويها فوق منها ونسدوا عليه ونخليوها طيب بالصحه والراحه. كيجي زوين هذا نعم. الفرماج. نعم. وراه ساهل. وزوين. وغادي نجربوه ان شاء الله. جربي بصحتك وراحتك. الله يعطيك الصحه يا لاله. نعطيك المايونيز بلا بيض. نعم، مايونيز بلا بيض. بلا بيض. كاس صغير ديال الحليب. كاس صغير ديال الزيت. كاس صغير حليب. كاس ونص. كاس ونص. كاس ونص ديال الزيت. كاس ونص ديال الزيت. بنفس الكاس. نفس اللي كنعبروا به الحليب راه نعبروا به الزيت. اييه. وعندنا جوج فرماجات. جوج فرماجات. شويه ديال الملحه. شويه ديال الملحه. شويه ديال البزار. شويه ديال البزار. هذا وشويه ديال الخل. شويه ديال الخل. وشويه ديال الربيع اللي بغينا نصفوا به في الاخر. وشويه ديال الربيع. اييه. اذا غادي نعاود المقادير، قلنا المايونيز بلا بيض غادي نحتاجوا ليها كاس صغير ديال الحليب، كاس ونص ديال الزيت، جوج فرماجات، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخل، والربيع. ايه. هادو هما المكونات اللي كاينين. كناخذوا خلاط كهربائي، كنخوي فيه داك الحليب، وكنزيدوا داك جوج فرماجات، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار، وكنبداو نزيدوا الزيت بشويه بشويه، كنطربوه معاه في الخلاط، حتى كيختار لينا داك المايونيز. وكنزيدوا الخل وشويه ديال الربيع في الاخر. صافي حتى كيعقد لينا والصحه والراحه، وكنحط الثلاجه. الله يعطيك الصحه يا لاله. نعطيك الكوتليت. نعم، غادي ناخذوا الكوتليت، عاد ناخذوا معنا ان شاء الله ونسندا البيضاء. كناخذوا دائما الكوتليت لديك الجهه ديال الضلوع ديال اللحم. كناخذوا الضليعات، كنديروا في الكوكوط ديالنا، كنديروا شويه ديال الملحه. ملحه. والكمون دائما بالزيت كنكثر شويه الكمون. الكمون. وكنديروا الماء فاش كيطيب لينا هذاك الكوتليت، كاس ديال الماء. كاس الماء. هي كنخليوه يطيب، كناخذوا الزبيب كنكونوا رطبناه، شويه ديال الماء. ملي كيطيب هذاك الكوتليت كنحيدوه، كنلوحوا في ذاك الماء، كنزيدوا عليه شويه ديال الروز. اييه. وذاك الزبيب اللي رطبنا. وكنزيدوا شويه ديال الماء، ضروري غتزيدي الماء. وكنسدوا على ذاك الروز حتى كيطيب. نعم. كيطيب مزيان في ذاك الماء اللي كان فيه الكوتليت. ملي كيطيب كنحيدوه. وكن يكون عندنا شويه ديال اللوز كنسلقوه في الصخور نقليوه. نعم. صافي كنجيبو الطاسه ديال الطبق، كنحطو داك الروز مع الزبيب، ونحطو فوقو داك الكوتليط، ونرشوه داك اللوز.
نعم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه لاله، تبارك الله عليك لاله مليكه، شكرا لك، غادي نجربوه ان شاء الله حتى هو ان شاء الله. وشكرا على كل هذه الوصفات، صباحكم مبروك ايضا، عيد مبارك سعيد مسبقا. اذا